السلام عليكم. ضربات صاروخية جديدة طالت الأراضي العراقية مساء يوم أمس، وكل أصابع الاتهام تتجه إلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق. هذه التفاصيل كلها قد نشرت من قبل وكالة رويترز ذا ناشونال وكذلك وكالة رودا. والهجوم الصاروخي الذي نتحدث عنه اليوم هو جاء باتجاه إقليم كردستان وتحديدا باتجاه محافظة السليمانية. لنقترب من هذه الخارطة ونعرف المزيد من التفاصيل، فالهجوم كان قد طال حقل كورمور الذي تديره طبعا شركة دانا غاز الإماراتية، التي تأتي طبعا من ضمن ناحية قادر كرم التي طبعا هي ناحية تابعة لقضاء شمشمال في محافظة السليمانية. الهجوم جاء بصاروخين من صواريخ الكاتيوشا في نقطة قريبة من طوس خورماتو متجهة مباشرة إلى حقل كورمور، وطبعا لم تسقط هذه الصواريخ على الحقل مباشرة ولكنها سقطت على السياج الخارجي أو في نقطة معينة من السياج الخارجي من هذا الحقل، وكان هنالك أيضا عمالا موجودين قد سقطت بالقرب منهم هذه الصواريخ بشكل عام من مساكنهم، وبالتالي كان هنالك إخلاء لمساكنهم بشكل عام لكي يتفادوا أي أضرار ممكن أن تحصل، وبالتالي بشكل عام لم تكن هنالك أي أضرار مادية أو جروح أو قتلى بأي شكل من الأشكال. وكانت هنالك أيضا لقطات مصورة من داخل هذا الحقل تناقلتها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، قنوات التليجرام وغيرها، تستمع إلى صافرات الإنذار كيف إنها دوت هذا الحقل ومساكن طبعا العاملين الموجودين في هذا الحقل. والقوات الأمنية تمكنت من ضبط منصات إطلاق هذه الصواريخ بهذا الشكل، وطبعا التقطوا صورا لعملية ضبط منصات إطلاق الصواريخ، منصتين طبعا كما ترون بهذه الطريقة. وبعض المصادر تحدثت بشكل واضح بأن هذه المنصات ونقطة انطلاق هذه الصواريخ كانت قادمة من مقبرة الإمام الحسن الموجودة في طوس خورماتو. وبالتالي بالاعتماد على هذه المعلومة مع الصور التي نراها ممكن أن نحدد طبعا موقع هذه النقطة، وبالتالي ستلاحظ بأن هنالك سياجا مع مدخل، وستلاحظ أيضا بأننا أمام سقف مميز لهذه النقطة المحاطة كما نلاحظها، وأيضا نقطة أخرى وكأنها أيضا سقف أو أغراض تأتي نوعا ما منخفضة من السقف الموجود في هذه النقطة. وسنلاحظ بأننا أمام منطقة مزروعة، وهذه طبعا منطقة غير مزروعة كما نلاحظ التي تأتي مواجهة لهذه النقطة التي أشرنا إليها. ستلاحظ بأن هنالك عامودا أيضا مميزا، وهذا يعني بأننا قد نكون أمام عدد من الأعمدة، هذا ما هو واضح من طبيعة الصورة الليلية التي التقطت، وهذا السياج الذي من الممكن أن نقول بأنه سياج المقبرة، وبالتالي نحن داخل المقبرة هنا، هذا هو المفروض طبعا، وهذه هي المنصة التي تأتي قريبة من كل العلامات التي تحدثنا عنها. بالتالي بالاتجاه والتوجه إلى القمر الصناعي في ظل كل هذه الإشارات التي رأيناها طبعا لنفس المنطقة، نتجه إلى طوس خورماتو ونحاول طبعا الذهاب إلى مقبرة الإمام الحسن التي تحدثنا عنها إلى شمال غربي طوس خورماتو. بالبحث عنها ببساطة ستجد هذه المقبرة، والنقطة الوحيدة من ضمن هذا السياج المغطى بسياج آخر خارجي هي هذه النقطة التي نراها والتي نقترب منها. وبالتالي نحن بحاجة إلى الاتجاه إلى الشمال أو إلى الشمال طبعا قليلا، ونعتبر أنفسنا بأننا نحن من التقطنا هذه الصورة، وسنلاحظ أن كل العلامات متطابقة مع المدخل مع كل شيء، كل شيء يتطابق طبعا مع هذه المنطقة، هذه المنطقة المزروعة، وبالتالي هنا طبعا العمود الذي قد لا يكون واضحا سنحاول من الاقتراب منه، وهذا هو السياج الذي يأتي متطابقا مع ما رأيناه، كل شيء يبدو متطابقا، ومنصة إطلاق الصواريخ تقريبا كانت هنا كما التقطت لها الصورة. وللتأكد طبعا من الأعمدة لكي نتأكد، وإن كانت هي علامة بسيطة مع كل العلامات التي رأيناها، ولكن أنت ستلاحظ فعلا بأنك أمام عدد من الأعمدة الواضحة داخل هذه المقبرة، هذا واحد وهذا اثنان وهذا الثالث، هذا هو الثالث الذي طبعا ركزنا عليه والذي كان على ما يبدو ظاهرا لنا من الصورة التي رأيناها. وبالتالي منصات إطلاق الصواريخ كانت موجودة في هذه المقبرة بكل تأكيد في ظل كل هذه المعلومات، وهذا يعني بأن الصواريخ انطلقت بهذا الاتجاه وباتجاه حقل كورمور الذي تديره طبعا شركة دانا غاز الإماراتية. وهنالك مسألة مثيرة في هذه القضية، طبعا المقبرة التي تحدثنا عنها هي هنا، والحقل
هنا بكل تأكيد المسافة تأتي على ما يقارب وتصل إلى ما يقارب 29 كيلو مترا لكي تصل إلى هذا الحقل. وطبعا صواريخ الكاتيوشا كما هو معروف عنها في السابق بأن هذه الصواريخ يصل مداها إلى 8 كيلو مترات. نحن نتحدث عن مسافة كبيرة للغاية رغم أنها لم تسقط على هذا الحقل، ولكن هذا يوضح بأن هذه الصواريخ لسبب ما قاموا بعملية إجراء بعض التعديلات أو التويكس على هذه الصواريخ التي مكنت طبعا من الوصول إلى مسافات أعلى من 8 كيلومترات. وقد يكونوا أيضا خففوا الحشوة الخاصة بهذه الصواريخ كما بدأوا يفعلون في الفترات الماضية. منذ العام الماضي بدأنا نلاحظ هذه المسألة وبدأوا يصلون إلى كل هذه المسافات الكبيرة ويشكلون خطرا طبعا على الحقل. وطبعا أي صاروخ لو جاء بأي شكل من الأشكال على هذا الحقل وفي داخل هذا الحقل كورمور سيكون الانفجار كبيرا للغاية. وأخطر نقطة طبعا موجودة هي النقطة الأساسية لهذا الحقل، أي صاروخ ستكون أنت أمام انفجار كبير للغاية، فهذا حقل للغاز الطبيعي. ولكن هذه ليست المرة الأولى طبعا التي يتعرض فيها إلى هجوم صاروخي، لا أبدا، بل خلال هذا العام في شهر يناير كنا أمام هجوم صاروخي أيضا طال نفس هذا الحقل الذي نتحدث عنه العام الماضي في شهر أكتوبر، والعام الماضي في يوليو، والعام الماضي في يونيو، وقبلها أيضا تعرض إلى الكثير من الهجمات الصاروخية. وكل أصابع الاتهام بل الاتهامات المباشرة ذهبت إلى الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران بأنها هي التي قامت بهذه الهجمات على هذا الحقل. وهذا الحقل هو مهم للغاية، هو يعتبر واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في إقليم كردستان، فطبعا من خلاله تتم عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وأيضا هو يزود منازل المواطنين أيضا بالغاز، له أهمية كبيرة. ضرب هذا الحقل سيعني مشكلة حقيقية وكبيرة للغاية. والفصائل المسلحة المقربة من إيران طبعا تتهم بأنها تهاجم هذا الحقل وغيره من الحقول خاصة في إقليم كردستان لتحقيق مصالح إيران. ما هي مصالح إيران يا ترى؟ إيران بشكل عام تريد بقاء العراق معتمدا عليها على مستوى الغاز الطبيعي، يشتري الغاز الطبيعي لكي يولد طبعا الطاقة الكهربائية. بالتالي لمثل هذا الحقل ولمثل هذه الشركات وأن تأتي شركات من الخارج وغيرها أن تطور الغاز الطبيعي ومشاريع الغاز الطبيعي في مثل هذه الحقول سيعني بأن العراق سيستقل على مستوى الغاز الطبيعي وسيولد الطاقة الكهربائية بشكل مستقل دون الحاجة لشراء هذا الغاز الطبيعي من إيران. إيران لا تريد ذلك لأسباب مهمة، ألا وهو ما يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب بشكل عام بسبب الاتفاقية النووية. من الممكن الآن أن يكون هنالك اتفاقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ويتم رفع جميع العقوبات وتستقر الأمور، لكنها تعلم بأننا قد نكون أمام متغيرات. ممكن الإدارة الأمريكية القادمة تكون من الحزب الجمهوري، ينسحبون من الاتفاق النووي وتفرض عقوبات أكبر، وبالتالي لن يكون هنالك متنفسا لها إلا بيع الغاز الطبيعي للعراق، والعراق يجب أن يبقى معتمدا في هذه المسألة على الغاز الطبيعي. وأيضا هو يعطيها نفوذ كبير على السلطات في العراق لكي تتغير مواقفها نوعا ما إن كانت تميل بأي شكل من الأشكال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الغرب. بالتالي هي مسألة مهمة لهم، وهم طبعا الإيرانيون يرون التحركات الغربية التي من خلالها يود الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد العراق في الاستقلال في الغاز الطبيعي وفي الكهرباء بشكل عام. على سبيل المثال السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي كانت بعدد من اللقاءات المهمة المرتبطة بهذه المسألة، التقت قبل 10 أيام في 21 أغسطس كما ترون هنا بوزير النفط العراقي، وساندت ودعمت وأكدت دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقلال العراق على مستوى الطاقة وفي مجال الطاقة. أيضا التقت اليوم السفير الكويتي بهذا الشكل في العراق، وطبعا تحدثوا أيضا على الطاقة وعن الربط الكهربائي للعراق في مشروع ومن ضمن مشروع طبعا الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تلاحظون هنالك عمل كبير يأتي بهذا الاتجاه، وإيران منتبهة ولا تريد لمثل هذه المشاريع أن تحدث على مستوى الداخل العراقي لأنها ستتضرر بالطريقة التي تحدثنا عنها. والاستهدافات الإيرانية لحقول الغاز الطبيعي وللطاقة بشكل عام كانت واضحة وبشكل مباشر من مارس العام الماضي،
فكنا أمام هجمات بالصواريخ البالستية الإيرانية 12 صاروخا باليستيا سقطت طبعا على أربيل بهذا الشكل. في بادئ الأمر قالوا بأنهم قد استهدفوا الموساد الإسرائيلي ومقرات الموساد الإسرائيلي ونشروا صورة طبعا ونشرت صورة هذا المنزل الكبير الذي ترونه أمامكم، وقالوا بأن هذا مقرا للموساد. بعدها قالوا بأن هنالك اجتماعا للموساد الإسرائيلي، ولكن بعد ذلك تبين واتضح بأن مالك هذا المنزل هو الشيخ باز رؤوف كريم، رجل الأعمال العراقية الكردية المعروف، طبعا صاحب مجموعة كار التي ترونها، المسؤولة عن وعملها وأساس عملها في الطاقة في الغاز الطبيعي وغيرها. وطبعا هنالك مصافي ومشاريع مهمة هي التي تعتمدها هذه الشركة، وبالتالي هنا بدأت القضية ترتبط بأن هنالك ضربا للطاقة ولمشاريع هذه الشركة، لأنها وقعت عددا من الاتفاقيات طبعا مع تركيا بسبب أن هذه المشاريع طبعا التي وقعتها من الممكن أن تؤدي إلى استقلال العراق في الغاز، أن يذهب الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وكانت هنالك الحرب الروسية الأوكرانية كما نعلم في مارس، وبالتالي إيران حققت شيئين: تضرب هذا المشروع تؤخره، وفي نفس الوقت هي تتجه مباشرة إلى مساعدة روسيا للحصول على الكثير مما تريده طبعا روسيا من الحلف الذي نراه بين الطرفين. ولكن أيضا بعد ذلك قالوا بأنه بسبب طائرات مسيرة انطلقت من إقليم كردستان على أحدى النقاط في كرمانشاه في داخل إيران، وهم ردوا بإثنى عشر صاروخا باليستيا. الكثير من الأعذار والأسباب التي تحدثت عنها إيران بعد الضربات التي جاءت على أربيل، وتوالت طبعا الضربات على أربيل وعلى إقليم كردستان بشكل عام. لكن الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم في حقل كورمور هو جاء بشكل مثير بعد ما يقارب 48 ساعة وال 72 ساعة من تهديدات قادمة من الخارجية الإيرانية تجاه العراق، ومن السيد ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، فهو كان قد تحدث بأن هنالك اتفاق وتم الاتفاق مع الحكومة العراقية على نزع السلاح من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة في داخل إقليم كردستان، طبعا لأنهم يرونها بأنها تتدخل كثيرا في الشؤون الداخلية في إيران وتزعزع الاستقرار في إيران. اتفقوا على نزع السلاح من هذه الأطراف، وبأن يجب أن يكون هنالك إغلاقا لمقراتها وإبعادها من المنطقة بشكل عام. بعض المصادر تحدثت لنا بأن هنالك مخيمات أساسا تحت إدارة الأمم المتحدة هي التي سيتم توفيرها لهذه الأطراف بعد نزع السلاح منها. وتم فعلا بعض التصريحات والمعلومات التي نشرت بأن هنالك نزعا للسلاح من قبل كوملا، هذه القوات الإيرانية الكردية المعارضة، قد تم هذا الأمر. ولكن المثير بأن هنالك لا زالت مدة 15 يوما أعطتها حكومة إقليم كردستان لهذه الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة لتقوم بكل ما تم الاتفاق عليه. هنالك شيء من التنفيذ لهذه المسألة، لكن إيران لديها جدية كبيرة في هذه القضية إن لم تنفذ خلال الأيام القادمة. وحتى 19 من سبتمبر قالوا لن نمدد، وبأننا سنضرب هذه الأطراف وسنقوم بعملية عسكرية تجاهها ولا تمديد نهائيا. وهذا ما ذكره ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مؤخرا. لن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 من سبتمبر بأي شكل من الأشكال إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق. تهديد واضح للغاية من قبل ناصر كنعاني. والمثير عندما نتحدث عن 19 من سبتمبر فهو يأتي بعد 3 أيام فقط من الذكرى السنوية القادمة لتظاهرات مهسا أميني الإيرانية، وهذه طبعا ذكرى خطيرة للغاية، وهنالك استعدادات لتفجير هذه التظاهرات التي يجب أن ننتبه إليها. ففرانس 24 كما تلاحظون أو فرانس بريس كانت قد أكدت بأن إيران بدأت تهاجم وبدأت تتجه مباشرة على الناشطين الموجودين في الداخل الإيراني أو ممن يقومون بتهيئة استعداد انفجار هذه التظاهرات مرة أخرى في الداخل الإيراني. بالتالي هم لديهم الكثير من الأسباب إذا ما ضغطت هذه التظاهرات عليهم في الداخل الإيراني. لديهم الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة، لديهم مقرات إسرائيل، أقصد هنا الأعذار على الداخل العراقي والعديد من الأمور الأخرى أو الغاز الطبيعي أو ما يهدد الأمن القومي الإيراني مما هو قادم من العراق لكي ينفذون هذه العمليات طبعا على الداخل العراقي. بالتالي 19 من سبتمبر وما بعد 19 من سبتمبر هو تاريخ مهم للغاية، الجميع ينتظر ما الذي ممكن أن يتطور من الجانب الإيراني.